سائل يقول إنه من خارج هذه البلاد، وحصل بينه وبين أهله أي زوجته مشاكل بسبب ما نقل عنها إليه، فطلقها فقال في حقها هي حرمان علي، ولم يكلمها لمدة سنتين، ثم نقل إليه كلام آخر فطلقها طلقة واحدة، وبعد شهرين من هذه الطلقة تبين له براءتها فراجعها لفظا، فماذا يحل له وماذا يحرم؟ يرجو منكم الإجابة. هذا يحتاج أنه يكتب سؤاله ويرسله للإفتاء على عنوانه له في مصر، ما يخالف يذكر عنوانه ويجيه الجواب إن شاء الله، لكن لا يكتب في السؤال إلا شيء واقع ويوضح فيه، لا يجحد شيء. نعم.